اجتماع سكة حديث التابع في الشان المنطقة وما ليش تدور طبعا شهرين في المملكة، والمجلس طبعا بدون إعلام وبدون صحافة وبدون يكون ليه بادرة خير في المنطقة، لأن فيها أول حال في الآن واحد الأربعة لابد الوقت صبر وبيه بعد ذلك هذا الأشهر. طبعا أنا في المجال بتاع الأولاد طبعا حنين رقم فيهم يا الحاج عيسى والفروق أعمالي والمطلوب والشباب في فيه حيديروا معكم حتى اجتماعات شهرية زي ما قالوا. الأولى المهمة أن نبدو في أراضي صدر واحد أربعة نجهزونا متاهة وإمكانياتها في من يدعمنا أو هذه هي الانطلاق الأولى. مشاكل يعني قصدي هم اصلا فكره الراديو اصلا رافضينها ممكن بدات يعني فما هم لو كانوا وافقوا على من اللي رفضها هو يا استاذ نوري والله مجرد ما يختار طريقه روتين حيكون في خلال اسبوع بس اقل من اكد لك حيكون موجود بسيط صوص حجر صوص فيديوهات لا حد يكون شديد معه لا اكثر ولا اقل بارك الله فيك. شو قلنا ليش الاعلاميين لازم يشكلها من ضمنها ثلاثة ان شاء الله تبارك الله الاعلام هو مجموعه تواكبنا هذه في نشاطنا باستمرار الاعلام توكيل الاعلام نشتغل داخل الرياسه في مقر الرئاسه ندير مجموعه اهم حاجه مطلوب جمهور التخبيرات هذا كامله لجنه اعلاميه من ضمنها لجنه ثلاثة كل حاجه تخص المجلس الاجتماعي يتم تفعيلها عن طريق اللجنه هذه، ما تقولش لا هذا اختصاصه مثلا نسائي، هذا اختصاصه ثقافي فني، كل شيء يندرج تحت المجلس الاجتماعي، وبعدين انشاء محتوى خاص بالمجلس الاجتماعي من 1/4. اليوم طبعا على التوالي مستمرين في تنظيم اللجان الفرعيه اللي انبثقت على المجلس الاجتماعي من 1/4، وهي 8 لجان، لجنه المصالحه المجتمعيه ولجنه التواصل ولجنه الشباب ولجنة الخبراء والاستشاريين ولجنة الإعلام ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة من أجل النهوض واستنهاض الهمم بشباب المنطقة وابنائها وأهاليها لتوحيد الكلمة وجمع الصف والاهتمام بالمنطقة ماديين ومعنويين، وأن المنطقة طبعا عندما نتحدث عن 1/4 نتحدث عن التاريخ ونتحدث عن الجغرافيا، التاريخ المشرف والجغرافيا ذات المقومات والموارد البشرية والاقتصادية والاجتماعية والمعالم التاريخية. اليوم تجتمع لجنة الإعلام في مقر المجلس لوضع المعايير والأسس والشروط فيما توحيد الجهود الإعلامية من حيث الوسائل المتعددة، وهي إطلاق قناة النواحي الأربعة باسم صوت النواحي الأربعة وتوحيد الوسائل التواصل الاجتماعي الصفحات الإلكترونية، أيضا التفكير في إصدار صحيفة إلكترونية. وهذا اليوم الاجتماع طبعا حضروا كل الإعلاميين أو بعض الإعلاميين من القدرات الحقيقة اللي منتشرين ويشتغلوا في القنوات المحلية والأجنبية والصحف، ومن صحفيين ومهتمين بالشأن الإعلامي، هذا كله من أبناء المنطقة. فبالتالي اليوم كان اجتماع تشاوري لوضع مقترحاتهم وتصوراتهم وراهم في سبيل إنجاح المهمة الإعلامية في المنطقة. ونشكركم ونشكر إذاعة المسار، بارك الله فيكم. اليوم كنا في اجتماع أول للجنة الإعلامية مع قيادات المجلس الاجتماعي، ووضعنا الخطة المعمول بها داخل هذه اللجنة، وتم التصويت على رئيس اللجنة وكذلك الأعضاء الموجودين في اللجنة الإعلامية اللي من مهامها تحسين الصورة الذهنية أو إيصال الصورة الإيجابية للجمهور، وكذلك تعزيز الشراكات مع القنوات المحلية وكذلك الإقليمية، وأيضا تفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي داخل بلديات النواحي الأربعة. حديثكم الكهرباء احنا بنقسم روحنا بين الاجابات الواحده والتخصصه. طبعا نبدا طبعا المركب من المركب. مجلس السابق الشريف مدير مركز الاجابات الخاصه وواحده من نشاطات مجلس الشريف. مدارين مسعى صح زي ما قلت لكم حاجه يعني امور راهي دعم الناس من الخدمات البلديات.
الموافقة اللي بيجي من وزارة الإعلام والأمور هي طيب هذه كلها ساحة شو الشيبين يمشي يجيبوا الموافقة تقولها. أنتم الآن الجوانب الفنية فيما يتعلق بموضوع الإعلام أنتم تولوا شكلوا فريق عملكم أنتم وأنتم اللي بتديروا كل شيء إحنا عمالنا